نشكر مؤسسة الأصايل، هذه المؤسسة العملاقة التي عودتنا دائما على تغطية كافة السباقات وأيضا على إقامة المهرجانات والشور. كذلك نشكر القائمين عليها ومسؤوليها فردا فردا من الأول وإلى الآخر، وكذلك نشكر المصورين والقائمين عليها، الشكر موصول للجميع. إذا بحفظ من الله ورعايته ينطلق شوطنا 16، ويحمل هذا الشوط فئة القعادين. انطلق مباشرة مع سلهود لإبراهيم بن حمد النعيمي، مع سلهود في صدارة هذا الشوط اللي في ثاني المراكز. القدوم هناك من جانب أيضا شاهين لعيسى بن معيض الغياثين، الله 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 يا الغياثين في ثاني المراكز. ثالث المراكز الوصول من جانب شاهين أيضا لمحمد بن حمد الدعبة مع شاهين هناك. وفي رابع المراكز اللي قادم أرى القدوم والاندفاع من جانب متعب لسعيد بن زايد الخيارين، ولكن أعود والعود أحمد مع شاهين لعيسى بن معيض الغياثين. شاهين اللي في صدارة هذا الشوط، يا السلام يا شاهين، باعد المسافة بينه وبين بقية المشاركين. الله 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 الله، انطلق إذن في صدارة هذا الشوط، في مقدمة هذا الشوط ليهزي هذا الفوز وهذا العرض لعيسى بن معيض الغياثين. ثاني المراكز، عطونا اللي في ثاني المراكز هناك القادم، ولكن خلونا مع اللي ذهب بالتصوير وذهب بالتعليق وبالجماهير. يا السلام يا السلام يا شاهين، عيسى بن معيض الغياثين مع شاهين، من يقدم هذا العرض؟ التوقيت في خطر إذا استمر شاهين بهذا المنوال، فتهانينا والناموس لمالك شاهين عيسى بن معيض الغياثين. اللي في ثاني المراكز ما قصر، هذا شاهين محمد بن حمد الدعبة. وفي ثالث المراكز السلاح لخالد بن زايد المري وعملية التضمير مع أبو زايد التراثي. توقيتنا الزمني وأفضل توقيت اللي تحطم تحت هذا التوقيت اللي تحطم هنا دقيقتين ثمان أجزاء من الثانية، 49 جزءا من الثانية. تهانينا إذن والناموس لجميع الفائزين، والتهاني أيضا لصاحب أفضل توقيت هنا دقيقتين وثمان ثواني. تهانينا للجميع.